الحكومة تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء لاستغلال الغاز وتوفير النقد الأجنبي. الهلال الأحمر المصري يرسل مساعدات للشعب الفلسطيني واستمرار الإشادات العربية والدولية بدور مصر في تحقيق الهدنة. والدفاع التايوانية تعلن رصد 16 مقاتلة صينية تعبر خط الوسط لمضيق تايوان. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا، وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء وتصديره لتوفير النقد الأجنبي. وأوضح مدبولي أن الدولة اتجهت نحو توفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم. وخلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين. وأوضح مدبولي أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة. الحقيقة كان توجيهات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، الحقيقة احنا كدولة يعني تم التوافق عليها، وتم يمكن شرحنا لحضراتكم ان احنا ان شاء الله اعتبارا من نهاية هذا الشهر او بداية شهر سبتمبر هنبدأ في تطبيقها، اللي بتهدف في الاساس الى تخفيف الاعباء عن المواطن المصري. وفي نفس الوقت الحقيقة ايضا يعني احنا اتخذنا العديد من الاجراءات اللي بنحاول بيها بقدر الامكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة اللي بقت موجودة النهاردة واللي تزايدت بطريقة غير مسبوقة لنتيجة لتضاعف اسعار السلع الاساسية اللي الدولة المصرية بتستوردها. أكد رئيس مجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باختصار مدة تنفيذ مشروع حقل ظهر ساهمت في الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية. وأوضح مدبولي أن حقل ظهر ساعد على توفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض. الرؤية الاستراتيجية كان فخامة الرئيس الحقيقة وجه بها الحكومة من 3-4 سنين، لما يمكن ابتدينا نتوسع في استثماراتنا في مشروعات إنتاج وتوليد الغاز الطبيعي، ويمكن أحد أهم هذه المشروعات طبعا حقل ظهر. وكان توجيه سيادته ومتابعته اليومية باختصار مدة تنفيذ هذا المشروع الوطني العملاق إلى أكثر من النصف كمدة زمنية علشان نقدر نستفيد من هذا المورد المهم جدا. مصر كانت حتى يعني بدء تشغيل حقل ظهر كانت دولة بتستورد أيضا الغاز الطبيعي عشان احتياجاتها، فلنا أن نتخيل أن لولا الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس وحرصه على أن هذا المشروع كان يدخل الخدمة بأسرع وقت ممكن وتذليل كل العقبات، كان من الوارد النهاردة أن فاتورة العملة الصعبة كمان حيضاف إليها عبء استيراد الغاز الطبيعي. ولكن الحمد لله قدرنا أن احنا نسرع بإنتاج وتشغيل هذا الحقل المهم اللي النهاردة بقى قيمة مضافة كبيرة جدا لمصر، أولا بيسد الاستهلاك المحلي والوفر اللي احنا بنقدر ان احنا نصدره في خلال الفترة الحالية. وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح مدبولي أن 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يكون لمحطات الكهرباء لتوليد الطاقة. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على استبدال الغاز الطبيعي بالمازوت المصنع محليا في عدد من محطات الكهرباء. أكثر من 60% من إنتاجنا من الغاز الطبيعي بيذهب إلى محطات الكهرباء عشان تولد الطاقة الكهربائية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كلنا.
وده طبعا شيء يدعونا للتأمل وإن احنا نتوقف عنه، لأن كل ما هنقدر نرشد من الغاز الطبيعي اللي احنا بنديه لمحطات الكهرباء، كل ما هيبقى عندي فرصة إن أنا أصدر أكتر وإن أنا أقدر إن أنا أجيب عملة صعبة أكتر. عشان كده يمكن اتحركنا من أكتوبر الماضي بخطوة إن احنا نظرنا إلى محطات الكهرباء اللي عندنا اللي يصلح إن احنا بدل ما إن احنا نوفر لها الغاز الطبيعي نوفر لها المازوت اللي احنا برضو بننتجه محليا، بحيث نستفيد إن كل وفر هنقدر نعمله ناخده كفائض وإن احنا نصدره للخارج. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة توفر الغاز الطبيعي لوزارة الكهرباء بأسعار مخفضة وبأقل بكثير من الأسعار العالمية. وطالب مدبولي بترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لزيادة صادراته للخارج والاستفادة من الأسعار المرتفعة عالميا. إن تسعير الغاز الطبيعي اللي الدولة حطته من اللي هو يروح للكهرباء مسعر على أساس إن سعر المليون وحدة حرارية يبقى 3 دولار، يعني المفروض إن وزارة الكهرباء بتشتري من وزارة البترول الغاز الطبيعي اللي بتستخدمه في توليد الطاقة على أساس إن المليون وحدة حرارية ب3 دولار. طيب سعر النهاردة المليون وحدة حرارية لو أنا صدرت المليون وحدة في الخارج، السعر العالمي النهاردة كام؟ 30 دولار. يعني معنى كده ايه؟ ان انا الغاز الطبيعي اللي انا بوفره علشان توليد الكهرباء انا بوفره داخليا ما بين الجهتين اللي في الدولة بعشر قيمته الواقعية في السوق العالمي. الكلام ده طبعا في وقت ما كان سعر الغاز في الاسعار الطبيعية المعتادة قبل ازمة الحالية كان ده جزء من الدعم اللي احنا كدولة قادرين ان احنا النهاردة نتحمله. لكن ممكن ان احنا النهاردة نتخيل مع بعض كل ما هقدر اوفر من من الغاز الطبيعي اللي بيروح لمحطات الكهرباء اللي انا بديها لها اصلا في الاساس بسعر 3 دولار للمليون وحده، انا كل مليون وحده حراريه هقدر اوفرها هقدر اصدرها ب10 اضعاف الرقم. اكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومه اتخذت عددا من القرارات التي سيتم تطبيقها بدءا من الاسبوع المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء. وأوضح مدبولي أن تلك القرارات تشمل ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وإيقاف الإنارة الخارجية للمباني. نبدأ خطة محكمة، ويمكن النهاردة كنا لسه في اجتماع أنهيناه منذ قليل مع السادة الوزراء المعنيين عشان ناخد خطوات. هنعلن في مجلس الوزراء اللي بعد بكرة إن شاء الله عدد من القرارات التنفيذية اللي هيبدأ تطبيقها فورا اعتبارا من الأسبوع القادم. أهم شيء هو ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبصورة عامة. يعني بمعنى إيه؟ إن إحنا النهاردة بعد مواعيد بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية يتم غلق الكهرباء وقطع الكهرباء عن كل المباني الحكومية عن المستخدمة فيما عدا طبعا الوحدات اللي ليها يعني حساسية وليها طبعا طبيعة عمل خاصة، وحتى بعض الغرف اللي بتبقى موجودة في المباني الحكومية اللي بتبقى محتاجة تواجد الكهرباء فيها طبعا اللي هي الخاصة بالكمبيوترات والسيرفرز وكل الحاجات دي هنبقى النهاردة لازم تفضل شغالة. إيقاف تماما الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة، أنا هنا بتكلم على إنارة المباني، إن النهاردة ما يعني التوجيه إن المباني الحكومية كلها تتوقف عنها الإنارة الخارجية اللي بتنير هذه المباني. هنتحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، ودي خطة النهاردة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان هنبدأ في خطة واضحة لتخفيض إنارة الشوارع اللي موجودة عشان مرة أخرى تقليل استهلاك الكهرباء اللي بيؤدي إلى مرة أخرى ترشيد ووفر في الغاز الطبيعي. We'll be right back.
تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة مثلث مسبير، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وفي مستهل جولته التفقدية، أكد مدبولي أن منطقة مثلث مسبير من المشروعات المميزة التي حرصت الدولة على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين ليصبح مشروعا حضريا متكاملا على أعلى المستويات. وأوضح مدبولي أن الدولة أوفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة دون إلحاق أي ضرر لساكنيها، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة، مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات أبراج السكن البديل بالمشروع لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن. نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة ومصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالعجوزة. شملت الزيارة عرض إمكانيات المركز وأقسامه، كما تفقد الوفد مصنع الأطراف الصناعية وعددا من المراكز والوحدات التخصصية. وقدم سفراء الدول الأفريقية الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة على إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على كل ما هو جديد في المجال الطبي، كما أشادوا بما شاهدوه في المركز من خدمات طبية متطورة. وقع اللواء طيار أركان حرب يسري عبد الحميد هلال مدير الكلية الجوية وقع بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة الزقازيق دكتور عثمان شعلان في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وذلك لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية. يتضمن البروتوكول تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة خريجي الكلية الجوية للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة أعمال، تخصص إدارة الطيران والمطارات، أو درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات، تخصص نظم معلومات الطيران، وذلك عن طريق البرنامج البيني بنظام الساعات المعتمدة. يعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذي يتم توقيعه مع الجامعات المصرية بهدف رفع كفاءة الطلاب علميا وعمليا وتعظيم الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة على مدار الشهر في هذا الإطار. تصدي حاسم من قبل أجهزة وزارة الداخلية لجرائم جلب والإتجار وتهريب المواد المخدرة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية تسهم في حماية المجتمع من آثارها السلبية، فقد تمكنت خلال شهر من ضبط 4576 قضية. خلال هذه القضايا نجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. قد تمكنت من ضبط أكثر من 299 كيلوغرام من مخدر البانغو وكمية من مخدر الحشيش تزن 1437 كيلوغرام، كما نجحت في ضبط أكثر من 370 كيلوغرام من مخدر الهيروين ونحو 39 كيلوغرام من مخدر الستروكس وقرابة 23 كيلوغرام من مخدر الآيس وكمية من مخدر الأفيون تزن أكثر من 15 كيلوغرام. الجهود الأمنية وفي مجال ضبط الأقراص المخدرة أسفرت عن ضبط قرابة 83 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وأكثر من 38 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون، كما تم ضبط أكثر من 30 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 163 مليون جنيه.
وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 قضايا في هذا المجال بإجمالي مبالغ مالية قرابة 107 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. هذه النتائج الإيجابية في مواجهة جرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة تؤكد جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع هذه الجرائم بما يحمي الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، وخلال الاتصال تطرق الجانبان إلى سبل التعاون بين مصر واليونيدو في إطار الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل. هذا وأشاد شكري خلال الاتصال بمستوى التعاون المستمر بين مصر والمنظمة على شتى الأصعدة وفي مختلف موضوعات عملها، بما في ذلك استراتيجية اليونيدو للمناخ التي يتم التشاور حاليا حولها مع الدول الأعضاء بالمنظمة. أرسل الهلال الأحمر المصرية مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني جراء العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة. هذا وتم تجهيز مساعدات تشتمل على أدوية ومستلزمات طبية وأدوات حماية شخصية ومستلزمات إعاشة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإدخال المعونات بصفة عاجلة للشعب الفلسطيني. وصرح المدير التنفيذي للهلال الأحمر رامي الناظر أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية التي تولي الوضع الفلسطيني أهمية خاصة وتسعى دائما لتقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه المواقف. قدرنا ان احنا نجهز المساعدات بشكل سريع زي ما حضرتكم شفتوا. تواصل طبعا بشكر الحكومه المصريه والاجهزه التنفيذيه على دورها الكبير في وقف اطلاق النار وفتح الممرات الانسانيه. تبدا الجمعيه تتواصل مع الهلال الاحمر الفلسطيني ارسال المساعدات من خلال المتطوعين، بنقابلهم على الطرف الثاني وبنسلمهم جميع المستهلكات والمستلزمات. بعد كده بيكون الوضع طبعا وتقييم الاحتياجات اتضح بالنسبه للهلال الاحمر الفلسطيني، بيبدا يبقى في ارسال مساعدات مره ثانيه وثالثه. ده بالاضافه على إن الجمعية برضو بيجي لها اتصالات دولية من الجمعيات الشقيقة نحو إرسال مساعدات. إحنا طبعا بنستقبل الاتصالات ديت وبنستقبل المساعدات وبنقوم على مراجعتها مراجعة سليمة والتأكد من صلاحياتها وإرسالها إلى جانب الهلال الأحمر الفلسطيني. كان في إقبال جديد كتير جدا من المطوعين في عمليات التعبئة، ويمكن كان في رغبات كمان، هم فاكرين إن إحنا نقدر نسافر نقدم المساعدات دي لقطاع غزة، لكن للأسف إحنا دورنا بينتهي عند التعبئة وتجهيز المعدات وبنرسلها لإخوات أو لزملائنا في فرع شمال سيناء للهلال الأحمر المصري اللي بدورهم بيحولوه لقطاع غزة عن طريق معبر رفح. وخلال جلسة مجلس الأمن أشاد المنسق الأممي ومندوب فلسطين والإمارات والولايات المتحدة بجهود مصر لتحقيق التهدئة وإقرار الهدنة بقطاع غزة، وأعربت الإمارات عن خالص التقدير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تكللت بالاتفاق ووقف التصعيد بقطاع غزة. ونرحب بدخول الهدنة حيز التنفيذ مساء يوم أمس الأحد بالتوقيت المحلي بوساطة مصرية، ونعبر عن خالص تقديرنا للأشقاء في مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودهم المكثفة واتصالاتهم المستمرة والتي تكللت بالتوصل للاتفاق ووقف التصعيد واستعادة التهدئة. أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن الأمم المتحدة ومصر بذلتا جهودا كبيرة للوساطة لمنع التصعيد بقطاع غزة. وأشار المنسق الأممي إلى أن العمليات المسلحة أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال قبل إقرار الهدنة بين الجانبين. الأمم المتحدة ومصر وآخرون بدأوا تحركات مكثفة للوساطة. إن هذا التصعيد ترك
أثرا كبيرا على السكان من المدنيين. وأكرر الأرقام التي نقدمها إليكم اليوم أرقام مبدئية لم يتم التحقق منها والتحقق منها جار ومستمر. منذ الخامس وحتى السابع من أغسطس 46 فلسطينيا قتلوا بما فيهم 20 مدنيا و15 من الأطفال وأربع نساء. استنكرت الرئاسة الفلسطينية تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن عدوان قوات الاحتلال على مدينة نابلس بالضفة الغربية يهدد باشتعال المواجهات وسيلحق دمارا لا يمكن تحمل نتائجه. كان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة نابلس مما أدى إلى اشتباكات مسلحة واستشهاد 3 وإصابة أكثر من 69 فلسطينيا. من جانبه أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية العملية الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وراح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات المصابين. وحذر إشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على هذه العملية، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت العملية باستخدام القذائف الصاروخية لقصف المنازل خاصة في البلدة القديمة من المدينة. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 16 طائرة مقاتلة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايواني اليوم وعبرت خط الوسط بمضيق تايوان. كانت الصين قد بدأت مناورات عسكرية بحرا وجوا قرب تايوان، شملت إطلاق ذخائر بعيدة المدى في مضيق تايوان وفي 6 مناطق حول تايوان. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح للصين بعزل تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي. ودافعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن زيارتها لتايوان مشددة على أن الصين لن تحدد من بإمكانه الذهاب لتايوان. نفذ الجيش التايواني مناورة بالذخيرة الحية للسلاح المدفعية فيما وصفه بأنه محاكاة لصد هجوم عن الجزيرة. وجاءت المناورات بعد أيام من أكبر المناورات العسكرية الصينية بمحيط تايوان. هذا وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي. سيناريو المواجهة بات العنوان الرئيسي للتحركات العسكرية المتبادلة بين الصين وتايوان، فالجيش التايواني أجرى مناورات عسكرية بالذخيرة الحية أكد أنها محاكاة للدفاع عن الجزيرة ضد هجمات صينية. يأتي ذلك بينما استمرت الصين في عملياتها العسكرية في محيط الجزيرة التايوانية، حيث عمدت إلى تمديد مناوراتها البحرية والجوية المشتركة، وذلك مع استمرار التصعيد على وقع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ودفعت بكين عن تصرفها واصفة إياه بأنه رد حازم ومناسب في وجه الاستفزاز الأمريكي. وزير خارجية تايوان جوزيف وو أكد أن الصين استخدمت المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان، مضيفا أن نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها، كما لفت إلى أن التدريبات العسكرية الصينية تعوق أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم. واشنطن بدورها ترى أن خطر حصول مزيد من التصعيد من جانب بكين ضئيل، حيث أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قلقه من التحركات الصينية، لكنه أعرب أيضا عن اعتقاده بعدم التمادي في المزيد من التصعيد. وفي
وفي ملف الأزمة الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الانفجار الذي وقع في قاعدة جوية روسية بشبه جزيرة القرم نجم عن انفجار الذخيرة، مضيفة أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يكن هناك هجوم على القاعدة، كما لم تتضرر أي معدات عسكرية في الانفجار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع لتخزين صواريخ هيمرس الأمريكية الصنع ومدافع هاويتزر M3 سبعات بالقرب من مدينة أومان في وسط أوكرانيا. وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنها دمرت أكثر من 300 صاروخ في الضربة، وكانت كييف قد أشادت بوصول منظومة هيمارس بعيدة المدى المتطورة من الولايات المتحدة باعتبارها تمثل عامل تغيير محتمل لقواعد اللعبة. استنكر الكرملين دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لفرض حظر على سفر جميع الروس، ووصفها بأنها مستفزة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أوروبا عليها اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كانت ترغب في سداد فواتير زيلينسكي، مضيفا أنه لا مجال لعزل الروس عن بقية العالم. حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف من أن الولايات المتحدة تقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا، وذلك بعد تقديمها مساعدات إضافية لكييف. وقال أنتونوف إن واشنطن تواصل تصعيد الصراع الأوكراني بتخصيصها مليار دولار إضافية للعمليات العسكرية، بما لا يسهم في التسوية السلمية للأزمة. كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن حزمة إضافية جديدة من الأسلحة والمساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار. أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي عن تمديد نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا حتى 17 من أغسطس الجاري. وأفاد بيان للوكالة الروسية بأنه تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية في 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 17 من أغسطس. يذكر أن نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا تقرر في 24 من فبراير الماضي مع بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي إطار الاتفاق الأممي لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، أبحرت سفينتان جديدتان تحملان الحبوب من ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. كانت الأمم المتحدة قد نجحت الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير الحبوب بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب نتيجة الصراع ربما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وتفشي المجاعة في مناطق من العالم. هذا وتوفر روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم. دخلت الخطة الأوروبية التي تطالب الدول الأعضاء بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% حيز التنفيذ للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الهدف من خفض الطلب على الغاز هو تعزيز احتياطاته قبل الشتاء من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل في إمدادات الغاز من روسيا. وتستثني الخطة الأوروبية بعض الدول غير القادرة على توفير ما يكفي من الغاز، حيث طلبت المجر التي تعتمد على الغاز الروسي كليا باستثنائها من هذه القاعدة. أعلنت شركة ترانزنفت الروسية المسؤولة عن نقل المحروقات توقف إيصال شحنات النفط الروسية إلى دول أوروبية عبر أوكرانيا، وذلك بسبب رفض معاملة مصرفية جراء العقوبات المفروضة على موسكو. وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الشحنات تنقل بواسطة فرع من خط أنابيب دورجوبا الذي يوصل النفط إلى المجر على وجه الخصوص. ارتفعت تدفقات الغاز المتجهة شرقا عبر خط أنابيب يامال أوروبا إلى بولندا من ألمانيا بشكل كبير اليوم، بينما ظلت التدفقات الفعلية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا ثابتة. وتخفض روسيا التدفقات عبر خط الأنابيب إلى 20% فقط من طاقته، موضحة أن السبب في ذلك هو إجراء عمليات صيانة،
من جهتها قالت شركة غازبروم الروسية إنها بصدد شحن 42 مليون و100 ألف متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء بارتفاع طفيف من 41 مليون و800 ألف متر مكعب أمس الاثنين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية. وأوضح المتحدث الرسمي أن أمير دولة قطر أعرب عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال الاتصال الهاتفي تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون. من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير، وقد تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حاليا أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربي. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الضغط على الحكومة البريطانية يتزايد بشأن الإعلان عن حزمة دعم جديدة للأسر المتعثرة نظرا لارتفاع أسعار الطاقة، يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه شركة استشارات الطاقة بالمملكة المتحدة إنها تتوقع أن يصل سقف أسعار الطاقة إلى 4266 جنيها استرليني سنويا للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مضيفة أنه من الضروري أن تستخدم الحكومة توقعات الشركة لتحفيز مراجعة حزمة الدعم المقدمة للمستهلكين. قال نائب محافظ بنك إنجلترا قال إنه من المحتمل أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من أعلى مستوى لها في 14 عاما لمعالجة الضغوط التضخمية للاقتصاد البريطاني. وأضاف أن زيادة التضخم ظهرت في ارتفاع الرواتب في بريطانيا وفي خطط تسعير الشركات، وذلك بعد إعادة فتح الاقتصاد العالمي عقب عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا ثم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ونبقى في أوروبا، حيث حذر اتحاد المستأجرين الألمان من أن ملايين الأشخاص في ألمانيا قد لا يتمكنون من دفع فواتير التدفئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز، ودعا اتحاد المستأجرين إلى إصلاح شامل لنظام بدل السكن فضلا عن زيادة الحماية ضد الفصل، مما يجعل الحياة أسهل للمستأجرين ويخفف أعباء زيادة الأسعار. ويتوقع انهيار قطاع الطاقة في الشتاء القادم بألمانيا وارتفاع الأسعار بسبب احتمال توقف إمدادات الغاز الروسي. كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية كلاوس مولر قد حث مجددا مواطني ألمانيا على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. وكالة الأدوية الأوروبية تراجع لقاح فايزر بايونتك الجديد المضاد لأوميكرون. تطورات فيروس كورونا، حيث قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها بدأت بمراجعة متجددة للقاح فايزر بايونتك الجديد المضاد لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
ويستهدف اللقاح متحور أوميكرون بالإضافة للسلالة الأصلية التي تم تحديدها لأول مرة في الصين والتي تقف حاليا وراء معظم الحالات في المنطقة. قالت السلطات الصحية في الصين إن حوالي 80,000 سائح عالقين في جزيرة هاينان الواقعة في جنوب البلاد بعد رصد إصابات بفيروس كورونا سيتمكنون من المغادرة في الأيام المقبلة، لكن آخرين سيضطرون إلى الانتظار. وأضافت السلطات الصحية في الصين أن السياح في رحلة منظمة إلى المناطق التي لم تسجل فيها إصابات سيسمح لهم بالمغادرة بعد نتيجة اختبار سلبية لمرتين في غضون 48 ساعة. أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت عن تسجيل 149,897 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى مستوى لها في 4 أشهر تقريبا. وأضافت الوكالة الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 20,694,239 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 25,332 حالة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لقطاع إنتاج أشباه النواقل بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بايدن أن هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي، مضيفا أن القانون يخصص عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير. التغير الأساسي يحدث اليوم سياسيا اقتصاديا وتكنولوجيا، التغير الذي يمكن أن يقوي إحساسنا بالسيطرة والأمن والكبرياء وإيماننا بالأمة، أو يمكن لهذا التغيير أن يضعفنا بحيث أن الناس الذين تركناهم إلى الوراء يتساءلون هل الديمقراطية يمكن أن تحقق لهم أهدافهم. هذه هي اللحظة التي نواجهها، وأنا أعني ذلك. نحن نسمع كل الضوضاء ونعرف أنه بالنسبة للذين يسعون للحصول على السلطة وتأمين المستقبل، أولئك الذين يسعون إلى الانقسام بدلا من تقوية الوحدة، الذين يمزقون بدلا من أن يبنون، اليوم أمريكا تنجز وتحقق الأهداف. أعلنت روسيا أنها أبلغت الولايات المتحدة بقرارها تعليق العمل باتفاق تفتيش المواقع الخاصة بسلاحها النووي الاستراتيجي مؤقتا، وهو الاتفاق المعروف بنيو ستارت. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا أدت إلى تغيير الشروط المتفق عليها بين البلدين. في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أبلغت روسيا الولايات المتحدة بأنها لن تسمح في الوقت الراهن بالتفتيش على أسلحتها بموجب معاهدة ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية. وبسبب قيود السفر التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها، قالت الخارجية الروسية في بيان إن شروط التفتيش التي اقترحتها واشنطن تخلق مزايا أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة، وتحرم روسيا الاتحادية فعليا من حق إجراء عملية تفتيش على الأراضي الأمريكية. وبالرغم من إعلان موسكو أنها لا تزال ملتزمة بجميع بنود معاهدة ستارت، فقد أغلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها ومنهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي المجال الجوي أمام الطائرات الروسية في إطار مجموعة من العقوبات المفروضة ردا على قرار روسيا إرسال قوتها إلى أوكرانيا في فبراير الماضي. وتحدد معاهدة نيو ستارت التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011 عددا أقصى للرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها، كما تضع قيودا على نشر الصواريخ والقاذفات سواء كان
كانت برية أو بحرية. وخلال الأسبوع الماضي أبلغ الكريملين الولايات المتحدة بأن الوقت ينفد للتفاوض على بديل لمعاهدة نيو ستارت، وأنه إذا انتهى سريانها في عام 2026 بدون بديل فسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي. أكد محققون في الأمم المتحدة وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار. وقال رئيس آلية التحقيق المستقلة لميانمار في الأمم المتحدة نيكولاس كومجيان، قال إنه يجب أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بإمكانهم الاستمرار في هذه الأعمال دون عقاب. قالت المفوضية الأوروبية إن الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام. في غضون ذلك أجلت السلطات الفرنسية نحو 3000 شخص من منازلهم بسبب استمرار حرائق الغابات في موستواغل في إقليم أفيرون التابع لمنطقة برنية الوسطى. وذكرت السلطات أن 1200 شخص تم إيواؤهم في الصالات الرياضية والقاعات المجتمعية، وتم إيواء الآخرين لدى أقاربهم. وأشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن الحريق دمر 700 هكتار من الغطاء النباتي 43 في إقليم أفيرون، مشيرة إلى أنه تم حشد 600 من رجال الإطفاء لمكافحة الحريق ووسائل جوية إضافية وثلاث طائرات من إقليم جارد. قال خبراء الأرصاد الجوية إن المملكة المتحدة تستعد لموجة حر أخرى هذا الأسبوع مع ارتفاع يصل إلى 35 درجة مئوية في بعض الأجزاء من البلاد. وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه في حين أن الحرارة ستكون أقل من 40.3 درجة مئوية المسجلة الشهر الماضي، إلا أن الطقس الحار قد يستمر لفترة أطول. شارك المئات من اليابانيين في إحياء الذكرى 77 لقصف مدينة ناجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن المشاركين ومن بينهم مجموعة من الناجين من القصف احتشدوا إلى جانب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وممثلين من عشرات الدول لإحياء هذه الذكرى والصلاة من أجل عالم خال من الحرب والأسلحة النووية. إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية المجانية بقرية أبو شحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وقعت الكشف الطبي على ما يقرب من 1600 مواطن. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. عندي معمل دم وطفيليات، اي حالات من المرضى اللي بيحتاجوا حالات خارجيه يا اما عن طريق ابو خليفه او المجمع الطبي، يا اما بالتنسيق مع مؤسسه حياه كريمه في المستشفيات الجامعيه. احنا الحمد لله النهارده القافله يعتبر رقم 20 في الاسماعيليه. القوافل دي طبعا كانت يعني مش عايز اقول لك بتخدم الناس خدمه كويسه، واللي بيعوز عمليه جراحيه بيروح للمستشفيات. القافلة دي رقم 20، يعني المستهدف كده احنا لو نحسبها مثلا 500 فرد في القافلة احنا كده تجاوزنا اكتر من 10,000 نسمة خدمناهم بمحافظة اسماعيلية. فاحنا بنشكر سيادة الرئيس، بنشكر مبادرة حياة كريمة ان هي وصلت لكل نجع وكل بيت وكل قرية في محافظة اسماعيلية.
أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 138 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 36 فحصا معمليا فضلا عن إجراء 12 أشعة وسونار، كما تم إجراء 18 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. بحث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر مع سفير بريطانيا لدى مصر جاريث بايلي والوفد المرافق له التعاون الثنائي في المجال الإعلامي بين البلدين. وخلال اللقاء أكد جبر ضرورة التعاون الإعلامي بين مصر وبريطانيا، خاصة وأن البلدين يواجهان تحديات مشتركة ناتجة عن الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن المجلس بصدد إطلاق مبادرة عن الإعلام الآمن للطفل يقدم له كل ما يتناسب مع سنه والمرحلة العمرية التي يمر بها. من جانبه أكد السفير البريطاني أنه يرى تطورا كبيرا في المشهد الإعلامي المصري، موضحا أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للتعاون حول قضايا المناخ بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد فرص التعاون المشترك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي. وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط أن التحالف يستطيع أن يلعب دورا مهما في عدة محاور، منها التمكين الاقتصادي والتوعية وبناء الوعي لدى المواطنين بخطورة القضية السكانية، كما أشادت بفكرة تأسيس التحالف وما حققه خلال الأشهر الماضية، مشددة على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني في الملفات كافة. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. إلى ميرفت المليجي، أهلا بك ميرفت، تفضلي. شكرا نهى ويوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. في إطار جهود الدولة للارتقاء بقطاع البترول، شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع اتفاقية تطوير نظم ممارسات السلام في قطاع البترول، وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنفيذ مبادرة لإطلاق مركز تدريبي متطور للسلام في قطاع البترول، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية لممارسات السلام بالتعاون مع شركاء النجاح في مصر من المؤسسات وشركات البترول العالمية. ويستهدف المركز التدريبي المتطور لسلامة العاملين بالمشروعات من كافة التخصصات ومجالات العمل وليس مرحلة الإنشاءات فقط. شاركت مصر في الجلسة التشاورية الثانية الخاصة بالتشاور حول المبادرة العالمية للمخلفات 50، وذلك بحلول عام 2050 ومشاركة كل الدول الأفريقية. وخلال مشاركتها في الجلسة عبر الفيديو كونفرنس، أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ضرورة التوصل إلى أفكار مبتكرة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي في إدارة وتدوير المخلفات والاستفادة منها في مجالات عدة، لا سيما في مجال توليد الطاقة والبايوغاز، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للمخلفات. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على تراجع جماعي بعد عمليات جني للأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضية. وتراجع رأس المال السوقي بنحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.390 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10,047 نقطة ليغلق عند 9,968 نقطة متراجعا بنحو 78%.
أما مؤشر EGX 70 فقد فتح عند 2011 نقطة ليغلق عند 1998 نقطة منخفضا بنسبة 64%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند 2938 نقطة ليغلق عند 2917 نقطة متراجعا بنسبة 69%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و54 قرشا للشراء و19 جنيها و63 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 23 جنيها و12 قرشا للشراء و23 جنيها و22 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. في أسواق المعادن النفيسة انخفض الذهب العالمي ليصل إلى 1786 دولارا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 913 جنيها، عيار 21 1065 جنيه، عيار 24 سجل 1217 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد وصل اليوم إلى 8520 جنيها. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج متباينة، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المحتمل أن تقدم دلائل على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقرر زيادة كبيرة لسعر الفائدة. وقد ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.3%، كما ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.1%، وصعد كذلك مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2%. في المقابل انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.3% في ختام التعاملات. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة ليوسف ونهى، إليكم. شكرا جزيلا لك مرفت. نعت السيدة انتصار السيسي ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا اليوم. أكدت السيدة انتصار السيسي أن الفنانة الراحلة تركت خلفها سيرة طيبة، واستطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي المتفرد. وشددت السيدة انتصار السيسي أن الفنانة رجاء حسين كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها، داعية الله أن يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته. توفيت صباح اليوم الفنانة الكبيرة رجاء حسين عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض. يذكر أن الفنانة الراحلة قدمت في الدراما المصرية مجموعة من الأعمال المتميزة، منها ذئاب الجبل والمال والبنون وزيزينيا، وفي السينما شاركت في أفلام منها عودة الابن الضال وأفواه وأرانب ومال ونساء. انتهت أخبارنا، وبقي التذكير بالعناوين. الحكومة تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء لاستغلال الغاز وتوفير النقد الأجنبي. الهلال الأحمر المصري يرسل مساعدات للشعب الفلسطيني، واستمرار الإشادات العربية والدولية بدور مصر في تحقيق الهدنة. الدفاع التايواني تعلن رصد 16 مقاتلة صينية تعبر خط الوسط لمضيق تايوان. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.